والله في تجربة سيدتي، لكن هالمرة حنعيش أجواء لبنان. من فين؟ من بوليفارد الرياض زون 1. وهذه هي النافورة، قدام النافورة في الفلمنكي، يلا معايا. لما نقول فلمنكي يعني جنينة، يعني ترويقة، يعني لقمة طيبة، أصحاب وعيلة. شوفي الفلمنكي مشهور ب ب ب نام من أنواع السلطة اللي هي على أشهر حب، فتوش ماما سعاد اللي هو فتوش الفلمنكي المعروف، وتبولة الفلمنكي بالغنى عن السلطات الثانية الموجودة. ماما سعاد حكاية طويلة بالفلمنكي، تسمت لفتوش الفلمنكي بفتوش ماما سعاد، يتميز بنوعية الخضرة الموجودة فيه، بالخلطة اللي بنقدمها نحن بين دبس الرمان وزيت الزيتون والسماء وكذا، بيرجع كمان لطريقة التحضير والتقديم. غير مقبلات، خلينا نحكي شوي عن الحمص. الحمص، الحمص ايش تميز الحمص؟ الحمص شوفي كلمة حمص هينة، ولكن تقديم طبق حمص مميز هو صعب، ما بين نوعية الحمص وطريقة السلق والنقع وتخلي الحمص فريش، تاخدي نكهة الحمص بين تجمعي بين الطحينة، هذا الحمص المظبوط. بالغنى عن الحمص المتبل، نحن خالقين شيء جديد. نحن بالفلمنكي عنا طحينة شمندر، طحينة شمندر هو شمندر مسلوق، بيور شمندر، بنسويه مثل ما بنسوي الحمص، بنضيف له طحينه، بيطلع عنا بهذه الطريقه. وعنا جزر بالطحينه كمان، او طحينه جزر كمان هو بيور جزر. ما بتتميزوا بيها شيء؟ طبعا هيدي خاصتنا نحن، يعني من الامور اللي هي سبيشال بالمحل، من عائله الحمص والمتبل، يعني جزر بطحينه، شمندر بطحينه، حمص بطحينه والمتبل، كلهم نفس الفاميلي تقريبا. هذا راس العصفور، لحمه راس عصفور مكبله، ثم فينا ناخذها مع دبس الرمان، فينا ناخذها ساده. هيدي ساده، هيدي ساده. وفي عندنا لحمه، في عندنا دجاج راس زرزور كمان، هذا الدجاج كمان، هذا دجاج راس زرزور، لانه الزرزور عصفور والعصفور عصفور، ف مشان ما نجمع دجاج راس عصفور ولحمه راس عصفور سمينا دجاج راس زرزور بالزعتر. بضل عندنا من بين الخبريات صحنين بالمقبلات السخنه اللي هن فتت حمص باللبن وريجس بروفنسان. ما بدي اخبر كثير عن الجوده والنوعيه اللي بنشتغل فيها، بس حصرا نحن من صناع الجوده واللقمه الطيبه، فالاستمراريه بتقديم طبق على مدى 11 سنه بنفس النكهه ونفس الطعمه هو نجاح، فهذا اساس الفيلم. ندخل على العجينه شوي قبل ما ندخل على المكونات من برا. عجينه الصاج نحن بتتميز عنا انها بدون خميره، بدون زيت، بدون ملح، وبدون اي اضافات، هي بيور قمحه كامله، بتعجن وتخمر على بالوقت، مش بالخميره، تترك 48 ساعه بعدين تستعمل ونصنع منها صاج. هيدي ميزه عجينه صاج الفلمنكي. وبكذا احنا وصلنا لنهايه تجربتنا لليوم في الاجواء اللبنانيه في بوليفارد الرياض مع اللقمه الشهيه والصحبه الحلوه. باي.